ده لطيف قوي. مش هيحصل الكلام ده، سيبيه في حاله. طيب هنستخبى فين؟ بسرعة. استنى عندك، الحيوانات مش مسموح بيها هنا. هاي ده القط بتاعي، رجعهولي. بس أنا كنت عايز أروح الملاهي المائية. في الحالة دي هنبني ملاهي مائية خاصة بينا. ياي لازم نستعجل. أوقف، أعتقد أننا في أمان. استنى، لا عايز القط بتاعي تاني. أنا همسكك دلوقتي. إحنا خلاص برا الخطر. ممكن فعلا نبني ملاهي مائية؟ أكيد، أنا دايما بنفذ وعودي. لازم نعمل خطة الأول. فكرة كويسة. أهو يلا بينا. موهوب قوي. فوالا الخطة جاهزة. ياي يلا بينا نشتغل. أوه ده كان سريع. دي ليكم. شكرا جدا، يوم رائع. أهو خلصنا. واحد خلاص، بس لسه قدامنا شغل كتير. أعمل إيه؟ يلا نشوف اللي عندنا هنا. هاي ده حمام سباحة. لا ده هياخد شوية وقت. ممكن تساعدني؟ هو إزاي بيعمل كده؟ أيوة أنت هايل. أنا بحاول على قد ما أقدر. رائع أنت عملته. شكرا. أنا كنت هنسى. لازم نملاه. يلا نجربه. أنا جاهز. ده رائع. حمام السباحة كده جاهز. أعتقد إن اللعبة الجاية هي واكامول. رائع. إيه ده؟ استنى وهتشوف. أهلا. فين القط؟ أكيد ادخلي. يا ربي ده لطيف قوي، ممكن ألمسه؟ طبعا اتفضلي. يا لطيف، أكيد أنت زهقان هنا. مش زهقان، يلا امشي. استنى أنا ممكن أساعدك. لا فعلا ما فيش داعي. أنا مصرة، ده شغلي. والله مش حاجة كبيرة للدرجة دي. عايز تلعب؟ مش عارف. ها إيه الخطة؟ هتشوف. خد دي. هاي بالراحة. وكمان واحدة. دلوقتي دوري. ها؟ ايه؟ اعتقد اني لازم امشي. استني هنا. هو فعلا ده ضروري؟ طبعا ده ممتع جدا. هيا تاني. اعتقد كده كفاية. فعلا دي ممتعة.
أعتقد انتهيت. أوه خلاص هتمشي؟ طيب. ودي نقطة تانية كده خلصناها. ده منفعش خالص. انت بتكلم عن ايه؟ عندك حق، الفكرة عبقرية. رائع، مذهل. ايه رأيك نعمل ايه بعد كده؟ منطقة اكل هتبقى حلوة. اللي تقول عليه. تمام. عالية قوي، مش قادر أوصل. أنا غبي جداً. أرجوك ليه مش بيطلع؟ أنا جعان. مستحيل، أعتقد أنه بايظ. ما فيش مشكلة، أنا جات لي فكرة. جه وقت التمرين. أنا جعان. يا جماعة اعملوا لايك عشان كيتي يقدر يطلع ويأكل. تمام يا جماعة، قربنا نخلص. يلا، أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده. وصلنا، شكراً. الأكل لذيذ قوي، شكراً جداً. بالهنا والشفا. إحنا عملنا شغل رائع. طيب، كفاية كده النهاردة. إيه اللي بعد كده في الأجندة؟ منطقة راحة، هو ده اللي محتاجه دلوقتي. ده أكيد هينفع. ها؟ أنا مش مستني حد. غريبة أوي، مفيش حد هنا. إيه ده؟ أنت اللي طردت ده؟ لا، مستحيل، أنا عندي مخالب. طيب، خلينا نشوف إيه اللي جوه. واو، ده أكيد هيبقى مفيد. هو ده. في حاجة لي أنا كمان؟ يلا نشوف. مثالي. رائع. حاسس إنه شاطئ حقيقي. أعتقد ما حدش شافنا. أنا رأيي مش مريح خالص. واضح، إزاي ما فكرتش في ده؟ اتقابلنا تاني. لا بلاش أنتي، أرجوكي. أيوة ده هينفع. أنا بترجاكي. أنا هتصرف. أهو ده هيبقى أفضل. اسمع، هي هنا الست اللي معاها العصاية.
فين؟ ورا الشمسية. أوه، ما فيش حد هنا. أنا متأكد إني شفتها. حد فيكم شافها يا جماعة؟ هي مستخبية فين؟ طيب، عندنا حاجات كتير نعملها ونعلم على منطقة الراحة من القايمة. عملنا شغل هايل صح، محتاجين مكان نغير فيه. ايه اللي بتقوله؟ لا، احنا محتاجين كيتي وبس. ده ولا ده؟ الاولاني. كنت عارف. تمام، دلوقتي اللبس، وقت الميك اوفر. ياي. انا مش حاسس براحة. خلينا نشوف في ايه كمان موجود. هتبقى ملك الشاطئ. دوري دلوقتي. اخيرا لوحدنا. ها، انتي؟ كنت عارف انت بتاعي دلوقتي. ساعدوني. ايه اللي حصل يا صاحبي؟ حبيبي، انت فين؟ هو ده الايه؟ سيبيني. لا، ده بيتك الجديد دلوقتي، وده المكان اللي انت هتنام فيه، وهنا هتاكل وتشرب. لا أرجوكي. ودي منطقة اللعب. عاوز أبقى في الملاهي المائية مع كات ناب. أخيرا لقيتك. سيبيه. مستحيل، هو بتاعي، طول عمري نفسي في واحد. تقدري تنضم لنا لو عايزة. شفتي؟ ممتع. بعد إذنكم، في الحقيقة أنا لازم أخده معايا. استنى، مش ممكن تمشي. للأسف، أنا محتاجه للسيرك بتاعي. أهو اللاعب جديد للسيرك الرقمي. هلو، أنا كين، يلا نلعب سوا. طيب، ياي، اللعبة كمان. تنسي، ما تروحيش لحد غريب، ما تقلقيش، إحنا بس بنلعب. أيوة، إحنا بس بنلعب. بعد ما تتخطفي. روكسي، ساعديني. سيبها يا وحش. استنى، كلب صغير حزين، بتعيطي ليه؟ اختي اتخطفت. مين اللي عمل كده؟ كين، حد زي وعدنا من الباب الاحمر. كين، راجل غريب بفك ضخم. ايوه هو ده. يلا بينا، انا عارفه نلاقيه فين. هو كين عايش هنا؟ ايوه، يلا نخليه يرجع اختك. ايه الدوشه دي؟ لحظة واحدة، بطلي تهربي كل شوية. انت ليه خطفتني؟ انا هشرح كل حاجة. زي ما انت شايفة في الخطة، انا هحولك لشخصية جديدة في السيرك الرقمي. مش ممكن تعمل كده. مين اتجرأ يشتتني عن شغلي؟ كين، انا عارفة انك في البيت. افتح. واحد، اتنين، تلاتة، افتح. انت ازاي فتحت الباب؟ كان مفتوح. رجع ديزي حالا. مش هتشوفوها تاني، ومش هتعرفوا تفتحوا الباب تاني.
الدخول مرفوض. مقفول؟ مش هنعرف ننقذ ديزي. هنقدر، هنعمل نفسنا هما. هايل، يلا بينا. هنخلي شكلنا زيهم ازاي؟ هنستخدم ده. ده كل اللي احنا محتاجينه للتحول. رائع. يلا نبدأ بالتنظيف. أنا بحب استحمى جدا. لا، ما تلمسهمش. هاخد بالي. طيب، بقوا نضف دلوقتي. شكرا، بقيت أسمع أحسن. بعد كده المخالب. بالزغزغ كفاية. مش عارفة أكمل على أي حال. في حد عنده مخالب طويلة قوي. أوبس، أسفة. هنصلح ده حالا. ياي، أنا هعمل مخالبي. خلاص كده، هايل. وهنبردهم بالمبرد. دلوقتي تقدري تروحي تنقذي أختك. أنا عندي فكرة بالمناسبة. أنا شامة اللي إحنا محتاجينه هنا. إحنا هنخدع الإسكانر. أنا هلبس زي جنجل وإنتي هتكوني بابل. فكرة هايلة. البابل جاهزة، دلوقتي إنتي. إيه رأيك في لعبتي الجديدة؟ إيه ده؟ المسدس ده بيحول كل حاجة للسيرك الرقمي. أوبس، شكله خطير. أيوة، ساعدوني أكسر المسدس ده. أنا محتاجة اللايكس بتاعتكم. مش هتقدر تهربي مني. بسرعة اعملوا لايك للفيديو. انتي اتمسكتي خلاص. يلا اشتغل. شكرا، باي باي. استني، لسه ما خلصتش. متأكدة ان ده هينفع؟ متأكدة، هناخدع الاسكانر بسهولة. الدخول مرفوض. احنا فشلنا. مستحيل. ايه ده؟ ما عنديش فكرة، اجري. كنا هنتقرص. كنت فاكرة ان احنا هنقدر نعدي. ما تقلقيش، هنحاول تاني. انتي كمان حاسة بحكة؟ دي اكيد حشرات مش عادية. مسكتك. ايه ده؟ حاجة لازم نتخلص منها. دول كتير قوي. ما بقوش خلاص، هنلبس طوق علشان ميرجعوش تاني. شكرا، ومش هيأذوني انا كمان. محتاجين لوك جديد علشان ناخد الاسكانر. اعمل نفسي بامني. جربي. لا، بامني اطول منك بكتير. يلا نجرب كينجر. ازاي بتاعه متقن جدا. مش قوي، زي رجثة بالظبط. مفيش امل نعدي بلبس زي ده. اديني دقيقتين. ايه رايك؟ هايل. طيب وانا؟ اهو، لازم يكون عندي عدسات للعيد. كانوا في مكان هنا. يا شباب، قولولي في التعليقات ايه هو لون عين كينجر. لازم اضيف نقطة من ده واخلط. انت بتعمل ايه؟ خليكي بعيدة، انا بعمل محاول عشان احولك للجاكس. استني، انتي مش بتحاول تهربي مش كده؟ لا، انت هتمسكني على اي حال. طيب، بس خليكي بعيدة، مش عاوز اغلط عشان ممكن يحصل بوم. بجد؟ ثلاث نقط كمان. واحد، اثنين. اوبس، ده كان ايه؟ ما عنديش فكرة، بس لازم نستعجل.
الدخول مرفوض. افتح، انت مش متعرف عليا، انا راكثة. وانا كينجر. كين عزمني على حفلة عيد ميلاده، اهي هديتي. عيد ميلاد كين مش النهاردة. استخبي. الدخول مرفوض. يلا نمشي من هنا، احنا فشلنا تاني. ما اعتقدش هنقدر نخدع قطعة الخردة دي. لازم نحاول تاني. ما عندناش اختيارات كتير. دي حالة طوارئ فعلا. اسحبي. انا بعمل اللي اقدر عليه. كان لازم نبدأ بالرافدة الاول. شكلي عامل ايه؟ جميلة. وانا اجمل كمان. يلا نعملها. انتي اتمسكتي خلاص. سيبني. انا هحولك لكافمو. لا مش مهرج، انا بخاف منهم. هو صعب قوي انك ما تقاوميش. انا عمري ما هكون مهرجة. انا ليه اخذت الكلبة دي ليه؟ كان المفروض اخطف حد تاني. بلبس زي ده أكيد هنعدي. طبعاً هنعدي. افتح، دي أنا بومني. وأنا جاكس. افتح. إيه اللي بيحصل؟ يا ريتني كنت عارفة. ما تقلقيش، قطعة الخردة دي بطاريتها خلصانة. ايه المكان ده؟ وايه اللبس ده؟ انتي كويسة؟ اهلا بيكي في السيرك الرقم المدهش. انا اسمي كين، رئيس المكان ده. انت خطفتنا. رجعنا تاني وإلا؟ بالراحة يا ليدي، السيرك الرقمي مش بيسمح باللغة دي. بجد؟ ايه رأيك في ده؟ هو يستاهل. يا كلب، أنا نسيت اسمك. أنا كمان مش فاكر اسمك. هنديكوا أسماء جديدة. كينجر؟ اكس دي دي سي سي، ده اسم سيء قوي، لازم نغيره. كده أحسن؟ هيكون أحسن لما نخرج من هنا. ده ممكن يحصل بس لما تجيبوا المفتاح. اديول يا غريب. طيب، ليه صوتكوا عالي قوي؟ طب نعمل ايه؟ اعتقد ان احنا لازم نمشي من هنا. ده شكله مش مخرج. دي مستشفى. انا بكرههم. الدكاترة بيخوفوني قوي. انت حظك حلو، مفيش حد هنا. انت كويسة؟ اي اوه، ده بيوجع. في حد بيتألم؟ ده دكتور، اجري. ايه، هعالجك في لمح البصر. كينجر ساعدني. مش قادر. ده هيوجع شوية. لا كينجر، اعمل حاجة. انا بخاف من الدكاترة. لازم تواجه مخاوفك. اصمدي. طيب فهمني، انا هنقذك. برافو يا كينجر، دلوقتي فكيني. واو، انا دخت. انا بعرف اعالج الدوخه في لمح البصر. فهمني، امسك الناحيه الثانيه. فهمتك. ايه ده؟ خد يا دوك. اوبس. ما تأذينيش. الوضع اتعاكس. ها، احنا هنمشي من هنا. شكرا انك دعمتني.
ما بقيتش تخاف من الدكاترة خلاص صح؟ مش خايف، لازم أشكرك على ده. إزاي خرجتوا من هناك؟ أنت بتخاف من الدكاترة صح؟ فأمني ساعدتني أواجه خوفي. استنى، إيه؟ هي مش المفروض تساعدك. هنشوف هتعملي من غيرها. فأمني، لا أنا لوحدي، أنا بخاف أبقى لوحدي، أعمل إيه؟ فأمني كانت هتقولي إيه؟ واجه مخاوفك. صح، لازم ألاقي المفتاح. مش هنا ولا هنا ولا هناك كمان. يا شباب ساعدوني افتح الباب، محتاج لايكاتكم. دوسوا لايك يا اما هتحبس هنا للابد. يلا كملوا، لازم انقذ بامني. شكرا بامني، انا هساعدك حالا. كينجر ارجع، كينجر ارجع، كينجر ارجع. كفاية، خليني أشرح لك الوضع. طبعاً. دي أنتي وده كينجر، عمركم ما هتشوفوا بعض تاني. مين ده؟ مش مشكلة. كينجر لقيتك. خرجت إزاي؟ ما كانش في حد يساعدك. اتغلبت على خوفي من الوحدة. طيب واضح انك ما بقتش تخاف دلوقتي. ما بقتش اخاف. وفي الحالة دي هنشتغل على مخاوفك انت. مخاوفي انا؟ انت مهووسة بالتنظيف ولا ايه؟ مش قوي، انا فوضوية شوية، بس اهلي بيجبروني على التنظيف. فهمت. بامني انت فين؟ بامني ليه في كركبة كتير هنا؟ بامني مين دي؟ مامتي، عايزة المكان يلمع من النظافة، مش أنا اللي عملت كده من الأول. طيب مين اللي عمل كده؟ الكلب الجميل ده؟ لا يا فندم أنا بريء. طيب يعني كان أنتي، أنتي فوضوية قوي، ما كانش أنا، مهملة. بامني في إيه؟ أنا خايفة أفضل أخزل مامتي كده. حل الموضوع، ابدأي بالحاجات الصغيرة. صح، أقدر أنظف أخلي مامتي فخورة بيا. أيوة، أنا ممكن أساعدك. دول هيتحطوا هنا. دي ممكن تبقى مهملات. وهنضف هنا. بتعملوا ايه؟ كفاية، هشيل التراب من هنا. ده مناسب. خلصت، البيت بقى مش سلة مهملات. بنت شاطرة، انا فخورة بيكي. ياي، انا واجهت خوفي. كينجر يلا نمشي. ده باب ضيق. أو لا أرجوك بلاش ده. أنا كنت هتزنق هنا، إحنا فين؟ في جامعة بامني. يا ربي بلاش الجامعة، كانوا بيتنمروا عليا هنا. كانت سيئة قوي كده. هنعرف كمان دقيقة. ما حدش شافك من زمان يا بامني. صحابك دول؟ لا أنا عايز أمشي. مش قلنا لك ما تجيش تاني هنا؟ ما كنتش هاجي، ما كانش مقصود. شوف لبسها. مهرجة. هي أصلا مش محتاجة اللبس. يا ربي دول بيتنمروا عليكي. أيوة وأنا خايفة أرد عليهم. ما تخافيش أنا جنبك. طيب هجرب. بصوا أنا بامني، أنا مهرجة. لا 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 لا، خدوا خطوة لورا. كلب جميل قوي، تعرفي كان مخيف شوية. ده فعلا مخيف، هو بيعمل أي حاجة أقولها له. كينجر عاقبهم. اتنمروا عليا تاني وهنزل الفيديو ده. دي آخر مرة نوعدك. شكرا على المساعدة، انت الافضل. مخاوف اقل، مفاتيح اكتر. احنا واجهنا كل خوفك، نستحق جايزة. دي لعنة مش جايزة. انتوا تخطيتوا مخاوف الصغيرة، ده واحد اعمق بكتير، مستحيل تعرفوا تتعاملوا معاه. كنت فاكر ان عندي مخاوف كتير،
بس انتي مش قادرة تتعاملي مع الضحك. مش ده اللي بخاف منه. دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة في السيرك. وكمان المهرجين بيموتوني من الخوف. هاي بامي، انتي خايفة مني؟ ابعد. بوم. أنا تعلمت أحمي نفسي. خد دي. أعتقد ده مش هينفع. بامي يلا نلعب. بو. لا مش حاسة إني عايزة. كفاية، في حاجة لازم نناقشها. أوكي. عندي فكرة. أنا سامعاك. لو عاوز يلعب لازم يلعب لعبتنا. كينجر أنت عبقري. بامي الوقت خلص. موافقة. هايل. بامي هي اللي هتقول اللعبة. رائع. يلا نلعب لعبة الضوء الأحمر والأخضر. طيب أنا عارف القواعد. أخضر أحمر. أنا همسكك. أخضر أحمر. آه هو قرب قوي. لما تقولي أخضر هقرب أكتر كمان. دي حقيقة. بتعملي إيه؟ طيب مين اللي هيضحك في الآخر؟ بامي انتي خدعتيني. شكرا على دعمك، انا مديونة لك بعضمة. العضمة هتبقى كويسة، شكلنا طلعنا. عندك حق، النور قوي قوي. اقفل النور. اسف. كده احسن دلوقتي؟ لا 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 لا، ده مسرح. بتخافي من المسرح؟ أيوة، دي أكبر فوبيا عندها. أيوة، بخاف لما بفكر إني ما عنديش أي موهبة. مش هتقدري تتغلبي على الخوف. بو بو، عايزين عرض. شفت؟ عايزين عرض، بس أنا ما عنديش حاجة أقدمها. ده مش حقيقي، ممكن تعرفي تغني. ممكن أجرب. فظيع. قلت لك. تعرفي تعزفي على الكمانجا؟ هجرب. كفاية كده. دي كانت محاولتي الأخيرة. أنا هساعدك. اعملي زيي. واو هايل. ده رائع. هو فعلا عجبهم؟ ايوه. بامني تستحق جائزة افضل اداء. شكرا. اهو المخرج، يلا شويه وهجيلك. الحفله دي تحفه. طيب اشوفك بعدين. شوفوا لقيت مين. اهلا. ده أجمل كلب صغير شفته. عجبكم الكلب؟ أها جميل. أنا مش من عشاق الكلاب. أعتقد إنه بيحبك. بص عمل إيه. واو أنت اتأخرتي على المدرسة، ممكن تاخد بالك منه لحد ما أرجع؟ طبعا حبيبي الصغير. هي دي تريت؟ واو خليكي شاطرة. يا ربي فين الكلب؟ أنا همشي وراء آثار رجلي. كان هنا، راح هناك، ووقف هنا. أنت شفت الكلب راح فين؟ عضني ومشي من هناك. لقيته. ليه كنت مستخبي؟ أنا كركبت البيت وافتكرت إنكوا هتطردوني. دي حقيقة، الكلاب الفوضوية مكانها مش في بيتنا. ما كانش قصده. إحنا هنحميك، المشكلة اتحلت. ياي حمام. المشكلة لسه ما اتحلتش، البيت لسه مكركب. طيب يبقى اتفضل نظفه.
ليه أنا؟ أنا مشغولة عشان هحمي الكلب. ما كنتش أعرف إني ممكن أكره الكلاب أكتر من كده. يلا نبتدي. المية دافية. يلا نغسلك بشوية شامبو. أنا ريحتي حلوة قوي. أنا ريحتي حلوة قوي. مش ممكن نفوت الودان. سامعني أحسن دلوقتي؟ ده أكيد يا فندم. رائع، هاي فاي. الضوافر محتاجة تتقص. ما تقرقضوش ضوافركم. دلوقتي ممكن ننشفك. أنا لازم أنظف البيت. الوقت مش مناسب، إحنا بنعمل حاجة. أنا شغال عشان هو عمل فوضى. أنت عملت إيه؟ ما كانش قصدي. مش هتعرفي تفتحيها من غير لايكس. أرجوكم أعملوا لايك علشان ننقذ الكلب. ساعدوني، أنا خايف. مش عارفين نكسرها. دوسوا على زرار اللايك. قربنا نوصل لك، هنخرجك. أنا خايف، بسرعة. يلا، قربنا. شكراً. أنتوا أفضل جمهور. كله تمام؟ أيوة، كنت بس خايف. وأنا كمان. خليك بعيد، أفضل إنك تنظف الفوضى. وأنت هتحتاج حمام تاني. ياي، حمام تاني. رجعنا لنقطة الصفر. طيب يا كلب، خد بالك بقى، أنت اللي جبته لنفسك. يلا ناخد استراحة تيك توك. البطارية خلصت. فين الشاحن بتاعي؟ رائع، مش شغال لسبب ما. خد بالك بقى يا وحش يا قبيح. انت شكلك جميل. بجد؟ ايوة، احنا لازم نفاجئ أندي بي. ادخل كورتني. فين الوحش الصغير ده؟ بتقول ايه؟ الكلب اكل كل الاسلاك بتاعتي. اسنانه ابتدت تطلع. دلوقتي بقينا عارفين فين الكلب. هو في مشكلة كبيرة. ايه ده؟ ده ممكن يرفع معنوياتك. ده اللي انا؟ يا ترى ايه اللي جواها؟ هاي، بدلتي كلها حلوة. ايه رأيكم فيها؟ هو ده يونيفورم باو باترول؟ اها، رائع. حضرة الضابط، اقبض على نفسك علشان كلت الاسلاك. أنا في فترة تسنين، مش بإيدي. سمعته، ما كانش قصده. كمان مش ممكن أقبض على نفسي، ده لبس تنكري. مش هو لطيف قوي؟ أنا عارف ألاقي فين ضابط حقيقي. أهلا بيك في الشوارع تاني. رمي الحيوانات جريمة. تعالى، أندي كان بيهزر. مش هيحصل تاني. آسف جداً إني كلت الأسلاك. اعتذار مرفوض، ابعد. أنا لسه مش طايق الصغير ده. هاي، بطل تزق. كفاية، أوه، كورت، قوليله سيبه في حاله. ما تأذينيش تاني. ده صغير، بس بيعض زي القرش. إيه ده؟ أيوة، استنى، البيبي وقعت. مين جه؟ أنا جنية الأسنان، ادوهالي، وراي حاجات أعملها. أهي السنة بتاعته. أهي تريد في المقابل. لذيذ، شكراً. باي باي. باي باي. ما كنتش أعرف إن الكلاب عندهم جنية أسنان.
أنا اتصدمت. هي جنية الأسنان هترجع تاني؟ أعتقد حوالي 20 مرة. حاجة رائعة. إزاي نسيت؟ كان المفروض أعمل كده على طول. إيه؟ إحنا محتاجين نختار لك اسم. رائع، ما كانتش عندي قبل كده. إيه رأيك في تشارلي أو مايلو؟ أنا عجبني الاتنين، مش عارف أختار. إيه رأيك في مقرف أو آكل الأسلاك؟ مين طلب منك رأيك؟ آكل الأسلاك طويل قوي. كوبر هيبقى لطيف. كلهم حلوين، مش عارف أختار. ولا أنا. اكتبوا في التعليقات نختار أي اسم كلب. واضح إن في حد جعان، تعالى. ده المكان اللي هتلاقي فيه طول الوقت أكل ومية. بجد؟ طعمه حلو قوي. خد وقتك، ما حدش هيشيله منك. أعتقد إنك بتوقع شعر. أها، بيحصل لي كده مرتين في السنة. بقالي كتير جدا ما خدتش استراحة. أها، شعر الكلب في كل مكان. هنا كمان. طيب، هشوف الموضوع ده بعد ما أخلص. ده حرفيا في كل مكان. كورت، البيت كله شعر كلاب، حتى في الساندوتش بتاعي. ده سبب كافي عشان نتخلص منه. أنا مش هروح في أي مكان. أو ممكن نسرحه. ساعدني. تعرفي ده مريح إلى حد ما. زي التأمل. أنا كمان عجبني. إزاي كلب صغير كده عنده كل الشعر ده؟ ما عنديش أي فكرة. أعتقد كده خلصنا. كل ده خلاني جوع. ممكن نبيع الشعر؟ أنا عندي فكرة أفضل. واو، أنا عايز أجرب. طلع حاجة مسلية. كل حاجات الكلب دي ابتدت تعجبك. إيه؟ لا، أنت غلطانة. في حد هيلاقي نفسه في الشارع النهاردة. استنى، انت مش هترمي الكلب صح؟ لا، انا بس هثبت انك مش مهتمة بالكلب. انت مجنون؟ الكلب ما عندوش سرير، لازم ينام على هودي بتاعي. عنده حق، أنا فعلاً ما عنديش. هو أنا فعلاً صحبة سيئة؟ أنا أسفة جداً، هجيب واحد حالاً. أخيراً. كانت هتبقى مشكلة. ألو، عايزة أطلب بيت للكلب. ده كان سريع. واو، خدمة عملاء ممتازة. عايزة أحطه فين؟ هنا. واو، أنا عايش في القصر الكبير ده. أيوة. هتاخدي اللعبة دي كمان مجانا معاها. رائع، عمري ما كان عندي واحدة قبل كده. عندك كلب صغير جميل، ممكن أحسس عليه؟ أيوة. أوقع فين؟ هتوقع هنا. باي باي. أهي عظمة، أهو خدي ده. عجبتك اللعبة؟ أيوة، بس للأسف دي الوحيدة. ممكن أصلح ده. أندي خلي بالك من الكلب، هرجع تاني على طول. ليه مش عايزني أفضل؟ أنت بتاكل كل حاجة. أوعدك إني مش هعمل كده تاني. حتى شعرك في جيوبي. لو اديتني تريتس هبقى مؤدب جدا. مش هتاكل من ده، ممكن تعيا. امشي من هنا دلوقتي. هدوقها بس، خلاص كده. فين اكلي؟ مش حاسس اني كويس. انت اكلت الجردل كله؟
ما قدرتش اقاوم، كان حلو قوي. ممكن تبقى عيان. هبقى كويس. الرؤية ابتدت تضعف. لا انا هنقذك يا دكتور، تعالي حالا. شفتوا جات ازاي بسرعة؟ ايه اللي حصل له؟ اكل جرد الاجنحة. الكلاب ما ينفعش تاكل اكل البني ادمين، مش ممكن نضيع ثانية واحدة. حالتي بقت اسوأ. لازم حالته تستقر. هتعدي كل ده، ارجوك تخف. انا جيت. ايه اللي بيحصل؟ احنا تمام، احنا بننقذ الكلب بتاعك. انت اذيته؟ لا دي مش غلطتي، معظمها على الاقل. يلا انا حاسس بتعب. او يا ربي انقذيه. لازم نعمل له انعاش. بلاش تشوف اللي هيحصل. الكلب بتاعي. كل حاجه هتبقى تمام. اوه لا، الدواء خلص. مش هتعرفي تساعديه؟ نعمل ايه؟ روحي هاتي الدواء ده من الصيدليه.